معنا مشاهدينا عبر سكايب من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. بداية، الأمم المتحدة ذكرت أن الأوضاع الأمنية تعرقل عودة النازحين في العراق. إذا متى تنتهي هذه الأزمة، أزمة النازحين، ومن يتحمل المسؤولية؟ السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله، حيا مشاهديكم الكرام. بالنسبة إلى تصريحات الأمم المتحدة الأخيرة، هو ليست المرة الأولى. طبعا سبق هذا في ديسمبر 2017، كانت قد صدرت دراسة عن منظمة الهجرة الدولية أصدرها موقع IMA، وحدد فيها الأسباب التي تمنع عودة النازحين. والحقيقة لحد الآن لم يتم يعني حل أي من هذه المشاكل والعقبات التي تواجه عودة النازحين، ولذلك أزمة ومشكلة النازحين إلى الآن باقية كما هي، بل على العكس من ذلك، النازحون الذين عادوا إلى ديارهم بعضهم قد رجع إلى مخيمات النزوح بسبب ما واجده من صعوبة العيش والاستمرار في مناطقهم ومنازلهم الأصلية. من يتحمل مسؤولية ذلك بالدرجة الأولى هو الحكومة العراقية، خاصة أنها لم تقدم لحد الآن إلى سكان المناطق التي تدعي أنها حررت هذه المناطق أي مساعدة، ولم يعني تساهم في إعمار هذه المناطق أو تحسن الخدمات في هذه المناطق، أو حتى أن يعني تعطي أوراق ثبوتية للذين لا توجد لهم أوراق ثبوتية. الحالة مثلية في هذه المناطق، ولم تقدم الحكومة لحد الآن أي خطوة إيجابية تجاه إنهاء هذه الأزمة، أو على الأقل الحد منها والتقليل منها قدر المستطاع، خاصة وأن هذه المشكلة لا تحل بيوم وليلة، بل سوف تستغرق وقت ليس بالقصير. طبعا بالإضافة إلى ذلك تتحمل الأمم المتحدة، قوات التحالف الدولي التي شنت العمليات العسكرية هذه على هذه المناطق بدعوى تحريرها وطرح عناصر الإرهابية منها. أين وعود هذه الدول، وأين يعني ما قدموه من يعني تصريحات، ما قالوه من محاولتهم لجعل الأمن لهذه المناطق؟ طيب دكتورة فاطمة، تقرير الأمم المتحدة أدرج العراق ضمن الدول المنتهكة لحقوق الأطفال في العالم، ماذا يعني ذلك من الناحية القانونية؟ نعم، العراق لا زال يعني ينتهك حقوق الأطفال، وخاصة يعني نرى المشاكل العويصة، خاصة في المناطق التي دعوا تحريرها، وهي على العموم في العراق. يعني نرى مثلا عمالة الأطفال، تجنيد الأطفال، الكثير من هذه وغيرها، يعني عدم توفير الحقوق الأساسية للأطفال من تعليم وصحة وغيرها، من يعني هذه مستلزمات الحياة الأساسية. أيضا الكثير من الأطفال متسولون ومشردون في الشوارع، يعني هذا في الحقيقة وصمة عار تعتبر يعني في جبين الحكومة العراقية، وهي ليست المرة الأولى التي يعني يتم يعني إدراج مثل هذه الانتهاكات بحق الأطفال في العراق. العام الماضي أدرج العراق في قائمة العافر، قائمة السوداء، أحد منتهكي حقوق الأطفال من خلال تجنيد الأطفال. والحقيقة إذا يعني الأمم المتحدة اتخذت إجراءات يعني فعلية، فبإمكانها يعني أن تدين العراق، وأن يعني تعمل على الضغط على العراق من أجل أن يحسن حقوق الأطفال، أو أن يتخذ بحقه إجراءات ثانية قانونية، ومنها تعليق عضوية الأمم المتحدة، تعليق عضوية العراق في الأمم المتحدة، أو طرد العراق من يعني مجلس حقوق الإنسان وغيرها، وخاصة أن هذه تعد انتهاكات في حق الأطفال. نعم. طيب، مسؤولة أممية دعت الحكومة في بغداد إلى منح أوراق ثبوتية للعائلات التي فقدت وثائقها أبان الحرب. لماذا تمتنع السلطات برأيك دكتورة فاطمة عن إعطاء هذه الأسر مستمسكات ثبوتية، وتحت أي بند قانوني تندرج هذه الممارسات؟ الحقيقة يعني الحكومة العراقية تمتنع عن إعطاء أوراق
أوراق ثبوتية للمدنيين خاصة الذين يريدون أن يعودون إلى منازلهم، وبالتالي هي تحرمهم من حقوقهم الأساسية. نحن نعرف أن الكثير من الحقوق لا يتم استحصالها إلا بوجود أوراق ثبوتية للمواطنين، ومنها حق التعليم، منها حق الحصول على المساعدات، خاصة وأن أغلبهم ناسحون لا يستطيعون العودة، ومن يعني سوف يثبت يعني وجودهم غير الأوراق الثبوتية. إذن الحكومة العراقية تتعمد يعني انتهاك حقوق هؤلاء الناس، وبالتالي هي يعني تسعى إلى مصادرة حقوق هؤلاء المواطنين، ومنها حقهم في حتى امتلاك منازلهم وغيرها، خاصة وأن الكثير من هذه الأوراق فقدوها أثناء النزوح وأثناء الفرار من العمليات العسكرية. والحكومة العراقية بادعاء أن الكثير منهم ينتمون إلى داعش وغيرها، وهي اتهامات أغلبها باطلة، تريد أن تحرمهم من هذه الحقوق، وهي في الحقيقة يعني لا يوجد بالنسبة للحكومة العراقية لا يوجد لديها أي أساس قانوني، بل هي تريد فقط مصادرة حقوقهم وتعاملهم كأنهم إرهابيون، تعامل النازحون كأنهم إرهابيون. وهذه ليست المرة الأولى، منذ بداية العمليات العسكرية كانت التحريض الطائفي موجود، والصاق التهم بسكان هذه المناطق التي سقطت في قبضة داعش موجود. شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة العاني عبر سكايب، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.